صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا موضوع حلقتنا النهارده الحقيقه حول الاستثمار، والحقيقه احنا من يمكن 2015 وحتى الان وبنحاول جاهدين ان احنا نهيئ المناخ العام للاستثمار ولجذب الاستثمارات الى مصر، خاصه الاستثمارات الاجنبيه المباشره، لانه ده بيبقى ليه مردود كبير جدا على الاقتصاد الوطني ودايره تدوير حتى حركه التجاره بشكل عام في مصر. الحقيقة كل عام وانتم طيبين. في مشروع كبير جدا تم تداول اسمه او اسمه الاعلامي بمشروع رأس الحكمة، فحول هذا المشروع وحول اهميته وحول تبعات هذه الاتفاقية هيدور حوارنا النهاردة صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. المصرية جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأتي الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة لتعكس نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقراراً وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة، ويعني كعدته طبعا منورنا ومشرفنا في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور تامر عرابي الباحث الأكاديمي بمعهد التخطيط القومي. ازي حضرتك يا دكتور تامر؟ ازيك يا استاذ محمد، منورنا مرة. طيب وانت بألف صحة وسلامة، يعود عليك الأيام بخير. كل سنة والشعب المصري كله بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. يا رب يا رب يعود عليك الأيام بخير. طيب ما هو ده خير، ما يعني موضوع حلقتنا النهاردة خير صراحة. أكيد يعني هو إعلاميا اتقال، وسيبك قبل ما نخش في موضوع مشروع رأس الحكمة أو الاتفاقية اللي بين مصر ودولة الإمارات، إحنا هل أنا فعلا في البداية كنت بتكلم إن إحنا فعلا من 2015 هناك جهود يعني كبيرة جدا من قبل الدولة لمحاولة جذب الاستثمارات وبالأخص طبعا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إحنا وصلنا لفين في ده؟ رغم طبعا من 2015 حتى الآن حصلت بعض الأحداث الدولية اللي طبعا أثرت بعض الأزمات العالمية، يعني من كورونا للحرب الروسية الأوكرانية للحرب دلوقتي القائمة دلوقتي. فإيه الوضع؟ هل إحنا قدرنا فعلا على الأقل نحط نفسنا على خريطة الاستثمار العالمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني إحنا من 2015 ده حقيقة عملنا برنامج الإصلاح الاقتصادي بعدها بسنة على طول. مظبوط، حطتنا خطة طبعا معروفة، خطة الإصلاح الاقتصادي، وكنا ماشيين بمسار كويس جدا لحد ما قابلتنا أول كورونا. أزمة كورونا. لو نفتكر في الوقت ده اللي هو في شهر مارس 2020 كان معدل النمو الاقتصادي كان مرتفع وكان مستهدف أنه يوصل لحوالي 6.5%. فهذا الوقت أثر كوفيد 19 على العالم كله مش على مصر بس، يعني عمل عملية رجوع أو تراجع للوضع الاقتصادي أو مخطط التنمية الاقتصادية اللي كنا وضعينه في إحنا وكل دول العالم. كل دول العالم صحيح. ده في دول أفلست يا أستاذ محمد، حضرتك عارف يعني إحنا كان حالنا بعد مرحلة الكورونا، بعد الفترة القوية جدا في مرحلة الكورونا، كان وضعنا الاقتصادي نقدر نقول معقول مقارنة بدول كتير قوي في العالم. تخطينا الأزمة صحيح. تخطينا بنجاح الحمد لله. تمام. فكان من ضمن أهدافنا أو مخطط التنمية الاقتصادية اللي كنا بنتعامل من خلاله في خلال هذه الفترة وهو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تمام. وده كان أول هدف من أهداف خطة التنمية الاقتصادية. صحيح. لحد ما وصلنا لجزئية مهمة جدا أو مفاجأة في خلال الأسابيع الماضية وهو مشروع رأس الحكمة أو نسميه أكبر مشروع استثمار مباشر بشراكة استثمارية. تمام. مشروع استثمار أجنبي مباشر برغم من كل العراقيل الاقتصادية برغم كل المشاكل اللي بتقابلنا كمصر بصفة خاصة والعالم بصفة عامة من حرب زي ما حضرتك قلت، حرب روسيا أوكرانيا وقبلها كوفيد 19 ثم الآن الحرب على الدولة الفلسطينية الشقيقة. صحيح. فبالرغم من كل ده هل دي علامة جيدة أن مصر قدرت خلال المرحلة الماضية أنها تصل على الأقل أريحية بالنسبة للمستثمر؟ لأن زي ما احنا عارفين ما هو رأس المال جبان، يعني طبعًا يجي يهمه المكسب يهمه الأرباح ويكون في نسبة أمان طبعا. صحيح. فهل ده دليل أن مصر
اصبح ينظر اليها كقبله للاستثمار في المراحل القادمه. اصلا انا مش بتكلم عن المشروع بس، لانه اكيد ليه تبعات، بتكلم على كل المشروعات اللي ممكن نجذبها كاستثمار، وايه عوامل الجذب اللي تمت خلال هذه الفتره. إيه مهم قوي، ما صحيح يعني ايه اللي وصلنا للصفقه آه. يبقى نتكلم ما قبل الصفقه بالزبط. ثم الصفقه ثم ما بعد تبعات الصفقه. طيب اوكي، اول حاجه ما قبل الصفقه هي عوامل الجذب. احنا طول عمرنا بنتكلم عن المشروعات القوميه طبعًا. اللي قامت بها الدوله، يبقى ده رقم العامل رقم واحد اللي كل مواطن بيسأل احنا دلوقتي هو ده يهمنا المشروعات القومية، احنا عايزين مشروعات غير قومية حاليا، مش عايزين ننتبه للمشروعات القومية. الكلام ده كله كان غلط. اصبح دور المشروعات القومية بنجني ثماره الان، لان لما فيش مشروعات قومية مش راح بنية تحتية ما كنتش هعرف اجيب صفقات زي دي. دي رقم واحد. رقم اتنين الاستقرار السياسي والاستقرار الامني مهم جدا لاي مستثمر. زي ما حضرتك قلت راس المال المستثمر او راس مال الاستثمار راس مال جبان، يهمه الامان ويهمه جني الارباح وتحويل الارباح. يبقى عندنا استقرار سياسي، استقرار امني، استقرار في القوانين مع بعض، التحفظ على تعديل بعض المواد وجاري تعديلها، اللي هي من قوانين الاستثمار، قوانين الضرائب، عشان ده يهم المستثمر. صحيح. اذن هنا ما قبل الصفقه. طيب معلش السؤال فني في النقطه دي، هل السياسات الماليه والنقديه جزء من او تغيير بعض اوجه السياسات الماليه والنقديه كان جزء من جذب الاستثمار، ولا لسه الموضوع ده في بعض الشكوك بالنسبه للمستثمرين؟ عشان نبقى هم بمنتهى الصراحه، لانه انت عارف برضو في مشاكل في الموضوع ده. السياسات الماليه دي تتبع وزاره الماليه. صحيح. اللي هي من ضرائب او قوانين ضرائب وجمارك وتامينات وخلافه. طيب. تتبع وزاره. هل دي فيها اي عوائق؟ لا 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 الحقيقه لا جذب الاستثمار. لا بالعكس خالص، ده في تسهيلات خالص في الامور دي. تمام. وفي تعديل قوانين، القانون اللي هو اخر حاجه قانون 2020 اللي هو قانون الاجراءات الضريبيه الموحد. تمام. ده قانون بيخدم ده لتسهيل الامور على تسهيل الامور على المستثمر المحلي اولا والمستثمر الاجنبي ثانيا، علشان برضه يهمنا المستثمر المحلي. تمام. رقم اثنين وهي السياسات النقديه اللي بيتعامل من خلالها البنك المركزي. تمام. الحقيقه هو في تشوهات في بعض السياسات النقديه، مش من متخذ القرار، لا من وضع السوق. اوكي. بنسميها زي مثلا اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي الصفقه عالجتها بقى او أوكي. هتؤدي لعلاج هذه النقطه اللي هي تشوهات سعر الصرف. اوكي. خدت بالك حضرتك؟ ودي كانت المشكله المشكله الاساسيه دلوقتي. لكن الحقيقه البنك المركزي بيحتاط تماما من كافه التشوهات، من سواء سعر الصرف او عمليه المرونه النقديه او عمليه التضخم او اي عمليه. تمام. سياسات نقديه. تمام. بيحاول البنك المركزي جاهدا خلال هذه الفتره يعالجها تماما. تمام. بدليل ايه؟ بدليل ان احنا ما زلنا وان شاء الله دايما هنقف على رجلنا كناحيه اقتصاديه في البلد كده زي ما بقول. كويس. ليه؟ لان ما حصلش اي نوع من الاهتزاز. أوكي. وتضخم الاسعار ده تضخم عالمي. صحيح. وان كان يؤثر علينا اكثر كدوله سلبا اكثر. طبعاً. طبعاً. ولكن هنتجاوزه بفضل الله سبحانه وتعالى. هل ده دور الصفقه دي؟ دور الصفقه دي ودور القرارات بالظبط. دور الصفقه. اوكي. والاول قبل دور الصفقه هو دور الحكومه في اتخاذ القرارات الصحيحه. إزاي؟ في الوقت دكتور الصحيح. امتى ازاي؟ ايه اللي حصل بالظبط عشان نوصل لده؟ اللي حصل لان الصفقه تم الاتفاق عليها منذ عده اشهر. اوكي. خدت بال حضرتك الصفقه ناتجه، انا مش هنقول ناتجه عن ايه الا في الاخر خالص انت. طب هي ايه اصلا؟ ما نشرح الصفقه. ايه بقى الصفقه؟ احنا قلنا هي اكبر صفقه استثمار اجنبي. تمام. مباشر بخلال شراكه استثماريه في خلال السنوات الماضيه والسنوات الحاليه او تمام. الوقت الحالي. كويس. لان مفيش صفقه بهذا الحجم. الصفقه قيمتها قيمة استثمارها 150 مليار دولار. أوكي. على مدى المشروع كله. تمام. الصفقة بتشمل أو موضوع مشروعها هو موضوع أرض تسمى بأرض رأس الحكمة. تمام. وهي على الساحل الشمالي في الكيلو 170 تحديدا. تمام. بيمتد هذه المدينة أو هذا المشروع من الكيلو 170 إلى الكيلو 220، 50 كيلو تحديدا. تمام. خدت بال حضرتك الصفقة زي ما قلنا استثمارها 150 مليار دولار. مليار دولار يا فندم. 150 مليار مليار دولار. تمام. قيمة الصفقة تاني 150 مليار دولار. في إيه؟ خلال مدة المشروع إيه كله بالكامل. يعني احنا حتة الأرض الحلوة دي هيتعمل فيها إيه بقى؟ هيتعمل فيها كافة المشروعات السياحية، مشروعات عمرانية، مشروعات لوجستية، مدارس، جامعات، بعض الصناعات الخفيفة التكنولوجية. أوكي. كل ما هو يخطر على بال أي إنسان ومواطن مصري من مشروعات هيتعمل هناك في هذا المشروع أو في هذه المنطقة. أوكي. في الخمسين كيلو اللي هم على امتداد الساحل الشمالي في منطقة رأس الحكمة. حلوة. نرجع ل 150 مليار تاني قيمة الصفقة. هناخدهم ازاي أو هل بناخدهم كلهم أو الوضع ايه؟ لا هو قيمة المشروع كله 150 مليار
دولار ده المتوقع ممكن يزيد ده بالانشاءات بقى بالبنيه الاساسيه كل بالظبط دي قيمة اسمها قيمه الاستثمارات تمام ممكن تزيد قابله للزياده طبعا تمام طيب هل قابله للنقصان برضو ولا لا لا يا فندم قابله للزياده لان الاسعار العالميه بتزيد والتوسع في هذا المشروع قابل للزياده دايما لما نحط خطه انشاء مشروعات دايما في العالم كله بتبقى قابله للزياده مش للنقصان اوكي خدت بال سعادتك طبعا يبقى على مراحل القيمه الاجماليه مؤقتا او اللي تم احتسابها مؤقتا زي ما قلنا 150 مليار دولار ايه اللي هتستفيده مصر حاليا من اول ما وقعنا كان اتفاق ان احنا هناخد 35 مليار دولار تمام نشرح بقى ال 35 مليار دولار هناخدهم ازاي ده منهم حضرتك ودي بتاعت على دفعتين يعني دي ايه دي 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 ده مقدم ان هم يبتدوا يشتغلوا في المشروع بقى ديبوزيت بيني وبين حضرتك اولا المشروع ما بين الدوله المصريه متمثله في هيئه المجتمعات العمرانيه والدوله الشقيقه الاماراتيه متمثله في الشركه التنمويه القبضه الاستثماريه لاماره ابو ظبي اوكي دي حكومه في حكومه يعني. طبعا يا فندم الشركه يعني التنموية. ده مش قطاع خاص لا لا الشركه التنمويه الاستثماريه القابضه لابو ظبي بدوله الامارات الشقيقه وما بين دوله مصر متمثله زي ما قلنا في هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده كويس طيب اول دفعه اللي اخذناها من ال 35 مليار لان ال 35 مليار دولار ده مقدم لهذه الشراكة يعني حضرتك أنا عندي الأرض كمصر حضرتك جاي تشاركني عليها وهتعمل مشروعات استثمارية وهتقدم مخطط وهتقدم دراسة جدوى هذه المشروع هتديني ديبوزيت الديبوزيت ده عبارة أو المقدم عشان المواطن يبقى فهمنا في هذا الأمر 35 مليار دولار ال 35 مليار دولار مقسمين على دفعتين الدفعة الأولى حضرتك 15 مليار دولار خدنا ال 10 مليار دولار من ال 15 دول كانوا هناخدهم في خلال اسبوع بالفعل استلمناهم في اواخر شهر فبراير تحديدا من بعد ما اتمضى العقد من بعد ما اتمضى العقد في اواخر شهر فبراير مر اسبوع خدنا ال 10 مليار دولار طب فين الخمسه الباقيين هم المفروض 15 دفعه الاولى الخمسه المليار الباقيين تم اختصامهم او خصمهم من وديعه الامارات لدى البنك المركزي المصري لان الامارات ليها حضرتك وديعه ب 11 مليار دولار أوكي. هيتم خصمهم طب هيتم خصمهم يعني معناها كده الامارات عشان بس نبقى فاهمين الامر او نوضح الامر ده الامارات هتسيب ال 11 مليار دولار خلاص لا طبعا لا مش هتسيبه ازاي يعني في حضرتك هو دلوقتي ال 5 مليار دولار اتحجزوا دول تبع الديبوزيت اللي هم حاطينه في المشروع اتحجزوا بس خلاص هي البنك المركزي استحوذ عليهم تماما أوكي. مقابل تحويل ال 5 مليار دولار بعدين. لعمله محليه الجزئيه دي مهمه جدا لا دي لخبطه لا تاني معايا بالراحه يا دكتور طبعا قول لي بص في 5 في 11 مليار وديعه لدى الامارات في البنك المركزي حلو دول الوديعه دي حق الامارات انها تاخدها طبعا في بمواعيد وجدول زمني معروف طيب واليوم اربعه انا دلوقتي حضرتك بالظبط دخلت شراكه مع الامارات من خلال الشركتين الشركه اللي قلنا عليها حضرتك ليا 15 مليار دولار من ال 35 المفروض اخدهم اخدت 10 نقد سيوله فوريه بعد اسبوع حلو. استلمتها مصر الخمسه الباقيين مش هيديهم ليا هو خصمهم من اللي عليا من الوديعه بس خصمهم مش هياخدهم لا هياخدهم بالمصري كبدايه للمشروع اوكي طب انا استفدت حاجه استفدت طبعا. استفدت طبعا. ان انا دلوقتي خلاص بدل ما كنت هديهم 5 مليار دولار ضمتهم ليا وخدهم مصري دخلهم فين دخلهم في المشروع فقال على ارض مصر على ارض مصر اوكي بالظبط يعني هو طبعا خدهم بالسعر الرسمي خدهم بالسعر الرسمي طبعا الدفعه الثانيه اللي هي حضرتك في خلال شهرين تقريبا هتكون في نهايه الشهر القادم ان شاء الله نهايه ابريل هنستلم باقي ال 35 مليار اللي هم 20 مليار تمام بس من ضمنهم ايه 6 مليار بقى 11 برضه هيتم خصمهم والعمله المصري اذا هنا البنك المركزي استفدنا ايه استفدنا البنك المركزي استحوذ كانه استلم 11 مليار دولار. دولار هم عنده بس كانه لسه بنديهم له دلوقتي هم كانوا عنده بس مش بتوعه بالظبط دلوقتي بقى بتوعه خلاص وادينا له بالعمله المحليه المكان مكان هو مكان ال 11 مليار على الدفعتين هنا ان شاء الله في نهايه الشهر القادم شهر ابريل البنك المركزي هيستلم سيوله نقديه 14 مليار دولار بخلاف اللي استلمناهم قبل ال 15 بعد الصفقه على طول باسبوع اللي هم ال 10 اوكي يبقى استلمنا كام لحد نهايه ابريل 11 21 نعم يا فندم كام 21 استلمنا لا 25 بالظبط اسف استلمنا حضرتك 24 مليار دولار تمام واتحجز في البنك المركزي 11 مليار دولار اللي هم دول ال 6 ال 35 اوكي تمام حلو باقي المشروع وال 150 مليار ده استثمار
الأرباح المتفق عليها أو الأرباح اللي هي تم وضعها في هذا المشروع 35% أرباح لمصر من هذا المشروع. من هذا المشروع. يعني والشريك الباقي. أو الشريك الباقي، يعني الأرباح اللي هتاخدها مصر من هذا المشروع حوالي 35% من قيمة المشروع كله بالكامل على مدار السنوات بقى تشغيل المشروع. تشغيل بقى رايح للشركة الإماراتية ولا سؤال مهم جدا طبعا. يعني هيطلق العنان هل الشركة الإماراتية؟ لا، أساسا الشركة الإماراتية ولا هيئة المجتمعات العمرانية هو اللي هم يعني مش هيديروا بصفاتهم الشخصية والكلام ده، لأن الكلام ده كلام يعني كلام ما ينفعش في شرف الشركات. مين اللي هيمشي؟ مستحيل الكلام ده. هيتم تأسيس شركة حضرتك شركة قابضة داخل مصر اسمها شركة مساهمة مصرية. يبقى بقانون ايه؟ قانون مصري وبإدارة مصرية بالشراكة مع إدارة الإماراتية. هتسمى شركة رأس الحكمة. رأس الحكمة بقى هتبقى شركة قابضة أو شركة أم. أوكي. من خلالها خلاص هي عملية شركات بقى صغيرة وهي اللي تدير المشروع. شركة أم. هل طب ما هو ده احنا لسه في اصل في مرحلة إنشاءات طويلة جدا قبل ما نتكلم في أرباح وكلام من. هل الخطة الزمنية ايه؟ وهل هيبقى في شركة للإنشاءات وبعدين هتحل هذه الشركة بعد مرحلة الإنشاءات وينشأ شركة جديدة؟ لا لا لا، هي شركة رأس القابضة دي هي اللي هتدير وهي اللي تنشئ، لأنها لا شروط زي أي شركة مساهمة مصرية بيتم إنشائها داخل مصر. بيبقى لها خلاص شركة مدتها كم سنة؟ مثلا 25 سنة تجدد بعد 25 سنة. تمام. شركة مساهمة وليس شركة حكومية. تمام. شركة بتتم إنشائها ما بين شركات هيئتين شركة تتبع قطاع الأعمال المصري مثلا. تمام. أو هيئة المجتمعات العمرانية آسف تبع الدول المصرية، وشركة الإمارات أو شركة التنموية الاستثمارية لإمارة أبو ظبي. حلوة، خدت بال سعادتك. أوكي. يبقى هنا عملية الإدارة عملية مشتركة. تم بيع الأرض، ده السؤال كل الناس بتساله لنا. هل تم بيع الارض واستباع بيع استثمار على ما اعتقد استثمار في الارض عشان تطلع؟ ما تمش بيع الارض، لم يتم بيع الارض. أوكي. انا مش رايح ابيع قطعه ارض ولا الكلام ده زي ما ده اللي اشاع الحقيقه اعلاميا. يعني ايه ما الاشاعات كتير حضرتك؟ بص طيب قول لي التصحيح. التصحيح ده حضرتك صفقه استثماريه بشراكه ما بين انا عندي ارض خدت بال ساعتها، فانا باجي اشوف مستثمر اجنبي واقول له تعالى استثمر على هذه الارض وبقدم له الخريطه الاستثماريه لهذه الارض. المنطقه بقول له والله مقومات البنيه التحتيه لازم المنطقه ايه، هتجذب لك ايه في السياح، هتبني عليك ارباح، ليك ارباح قد ايه. صحيح. وضع المنطقه ايه، هل المنطقه دي جاذبه للاستثمار ام لا؟ هل في مشاكل في هذه المنطقه الاستثماريه ام لا؟ هل في سهوله في نقل الخامات؟ حاجات كتير جدا. خدمات استثماريه. خدمات استثماريه. صحيح. اذا هنا الموضوع مش موضوع بيع ارض خالص. أوكي. الموضوع تماما او تحديدا هذه الصفقه صفقه شراكه استثماريه لانشاء مشروعات في ارض راس الحكمه بشروط ما بين الطرفين. أوه. شروط اداره وشروط ارباح وشروط مشروع لمده زمنيه زيه زي اي مشروع لمده زمنيه. ده يا دكتور تمام، ولسه التفاصيل دي التفاصيل دي كلها في تفاصيل الصفقه، ولكن المده الزمنيه بتتراوح ما بين 5 سنوات الى 15 سنه لنهايه المشروع. اوكي. وعلى ما اعتقد انه الاقرب للعقل 15 سنه على اساس المشروع يخلص المشروع. ومفيش مشروع بهذه يعني ايه ينتهي المشروع ازاي؟ ينتهي يعني اخر مرحله منه. وانا دلوقتي انا ماشي في الانشاءات يعني. في الانشاءات. أوكي. لكن انا من اول مبني اول فندق ما انا هجيب ايراد على طول شغال. ما انا اول فندق هبنيه يخلص بعد قد ايه؟ بعد سنه مثلا هيجيب لي ايرادات على طول. وخصوصا هذه المنطقه نطلق عليها عبقريه المكان. ليه؟ لان من اهم مناطق الساحل الشمالي هي منطقه راس راس الحكمة. المياه هناك جميلة. طبعا جدا الوضع مختلف. اذا هنا عرضنا احنا العملية عرض. عندنا عرض من هذه من دولتنا العظيمة الدولة المصرية. عشان نقدر ولو ان احنا اتأخرنا. معلش خلاص احنا كمان اتأخرنا. صفقة في بقى صفقة اهم تاني معروضة. ده انت دي جديدة بقى طبعا. طب صفقة اسمها صفقة شرم الشيخ. هذه الصفقة دي مع يتم السعودية. طرحها حاليا ب 50 مليار دولار. لا دي بقى هنكملها في الحلقة الجاية. ميرسي يا تامر. يعني الحقيقة دكتور تامر فعلا حضرتك على الأقل وضحت الصورة بشكل بسيط وسلس كعادتك يعني الحقيقة. وفعلا زي ما الدكتور تامر بيقول كان في إشاعات كتير حول الموضوع، وإنما الحقيقة الراجل اتكلم فيه بالظبط إحنا هنستفيد إيه وإيه الصفقة دي بالظبط، وحقنا كمصر كدولة مصرية في شراكة فعلا حقيقية باستثمارات حقيقية لقطعة أرض كانت موجودة لن يتم استغلالها بالشكل الأمثل الحقيقة. ومن الواضح أنه الدولة بدأت تتجه إلى هذا الاتجاه. هم نشكر شكر جزيل للغاية أستاذنا الأستاذ دكتور تامر عرابي الباحث الأكاديمي بمعهد التخطيط القومي. نشكرك صديقي المشاهد، وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس.